احنا اللي من حياكم الله مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. هذا البرنامج اللي نوجد في شاشة الرافدية حتى نسمع آرائكم وتعليقاتكم حول المواضيع اللي نطرحها في كل حلقة من حلقات برنامج صوتكم. تقدرون تشاركونا بالبرنامج على أرقامنا اللي تظهر أسفل الشاشة عندكم، ذني الرقمين الاثنين تقدرون تتصلون بها من داخل العراق بأي لحظة من لحظات البرنامج. عندكم رقمين ثانيات أذني الاثنين اللي تشوفوها أمامكم هسه تقدرون تتصلون بها بأي لحظة من لحظات البرنامج من خارج العراق، فعندكم أربع أرقام للاتصال، الاثنين اللي طلعن والقبلهن. أما هذا الرقم اللي تشوفوه هسه هنا هذا رقم مخصص للواتساب فقط، ما أقدر أستقبل عليه أي مكالمة ولا رسالة صوتية أو أي فيديو أو صورة داخل البرنامج، فتدقون علينا لا حد يزعل من عندنا. تريد تستخدم رقم الواتساب عندك فقط الرسائل، أتمنى أنه تكون رسالتك مكتوبة متبوعة باسمك ومكانك. لا تزعلون علينا إذا دقيتوا وما جاوبتونا، الاتصالات بالبرنامج مو هذا الرقم، أرقامنا الثانية. الفيديو اللي شفتوه بالبداية أهالي ناس عاديين، أكو شخص اسمه كميل تصوب بالانتخاب بالتظاهرات، تبرع لواحد من السياسيين اللي هو عمار الحكيم أبان بلاغلي علاجه. هذا المواطن رفض المبلغ اللي قدمه عمار الحكيم لأنه يقول له إحنا متظاهرين على فسادكم، فشلون أخذ فلوس هي أصلها فساد؟ فالناس ببيناتها تآزرت ولمت الفلوس ونطت هي حتى يتعالج. والحلو يقولون إحنا لمينا المبلغ ما نحتاجك يا عمار. لكن مو هذا موضوع حلقتي، موضوع حلقتي خلونا نرجع لي وراء، مو الحكومة الكاظمي، إلى الأيام اللي انتهت بها حكومة عادل عبد المهدي. لما استقال عادل عبد المهدي وانتهت ذيك الحكومة وبدأوا يفكرون يجيبون واحد يكون رئيس وزراء يخلف عادل عبد المهدي، طلعت أسماء هواية وترشحوا هواية لحد ما اختاروا منه مصطفى الكاظمي. مصطفى الكاظمي اللي أول ما طلع يقول أني من رحم ثورة تشرين، مصطفى الكاظمي اللي يقول أني ويا الشعب العراقي، مصطفى الكاظمي اللي يقول أني ويا مطالب الشعب العراقي، مصطفى الكاظمي اللي يقول إنه أني جيت حتى يعني أنفذ رغبات ومطالب الشعب العراقي. أول مطلب طالبوه العراقيين مو من بداية ثورة تشرين ولا من تظاهرات تشرين ولا من الانتفاضة الشعبية، هواية تظاهرات صارت بالعراق، مثلا انتفاضات المحافظات السنية الست أو الست المنتفضة عفوا، تظاهرات المحافظات الست المنتفضة اللي هي كركوك والأنبار ونينوى وصلاح الدين وديالة وبغداد وبابل. من ذاك الوقت هم يقولون إنه إحنا ما نريد فساد، كلا كلا للفساد. وصلت إلى ثورة تشرين، ثورة تشرين ما قالوا انهوا لنا فساد، قالوا احنا نريد ننهي الأحزاب الفاسدة اللي أسست الفساد. طلع لنا مصطفى الكاظمي بالأيام الماضية بمؤتمر سماه مؤتمر بغداد اللي صارت بمهازل، اللي انهانت بحكومة مصطفى الكاظمي من قبل وزير خارجية إيران، اللي انسحب من عندها مثلا رئيس وزراء دولة الإمارات، اللي شاركت بيها دولة أوروبية واحدة إيمانويل ماكرون. كل العالم قالت أن مؤتمر بغداد ما سوى شيء للعراقيين. ورا فترة طلع مصطفى الكاظمي قاعد حاط إيد على إيد ويباوع على اثنين، واحد عراقي واحد فرنسي، ويوقعون. شو وقعوا ما حد يدري. فجأة لجنة النزاهة النيابية تطلع وتقول انه العقد اللي ابرمته وزارة النفط ويا شركة توتال انرجي الفرنسية يصب في مصلحة فرنسا على حساب العراق، واستغربت من التعتيم حول تفاصيل العقد ويا شركة توتال. اني السؤال اللي اطرحه، اكو برلمان بالعراق، اكو جهة تشريعية بالعراق، اكو لجنة طاقة نيابية المفروض،
شلون قدرت حكومة مصطفى الكاظمي توقع عقد بدون ما تستشير؟ ما أعرف. لجنة الطاقة النيابية شلون ما لها علم؟ ما أعرف. زين لجنة النزاهة هسه من حجت هذا العقد يمشي لو ما يمشي؟ إيش قالت؟ إنه مشروع الطاقة الشمسية اللي ما تعرف لحد الآن جدوال اقتصادية. حلو، يعني وزير النفط العراقي برعاية مصطفى الكاظمي وقعوا عقد ما بجدوى اقتصادية، هو غطاء للمشاريع النفطية اللي راح يستفيد منها العراق، ومؤكدة وجود جهات فاسدة تقف وراء هذا المشروع. هاي منو؟ لجنة النزاهة النيابية. وقالت انه العقد المبرم مع شركة توتال راح يستمر 25 سنة، يعني من 2021 الى 2046، وانه هاي المشاريع راح يستغرق انجازها اقل من نصف المدة، ما يعني انه الشركة راح تحصل ارباح طائلة طيلة مدة العقد، هدية مجانية من العراقيين للفرنسيين. ليش؟ السؤال هنا ليش؟ أم محمد من الموصل حياك الله. نعم فضلي أمي ونصيلي صوت التلفزيون إذا أمكن. اي نعم فضلي أم. زاد فضلك يا أبا. احنا نسألك على المعتقلين. نعم المعتقلين حالتهم حالة، ورجع نطالب بيهم، والمظلومين الناس الأبرياء اللي ما لهم ذنب، المخبر السري نايمين بالسجونات، والله العظيم أنا عندي طفل 2003 لا بيها ولا عليها، والأخ أخويا من 2003 ما كلها هم لا بيها ولا عليها، مخبر سري نايم بالسجين حالته حالة، ما نعرف المشتكى لله، ما نعرف مشكل منه، ما نعرف نروح على منه، وظلينا بس نسوان ما نعرف وين نمطي وجهنا. نعم ما أعرف شو أقول لك، ما أعرف شو أقول لك، يعني المأساة اللي هم بيها ما أعرف. نعم أريد معاناتكم، صوتكم، عونتكم، الخيرين الطيبين أنتوا، أريد تدعونا بهاي المعتقلين النايمة الأبرياء اللي ما ملطخ ديها بالدم. نعم اللي أوراقها مجلقة ما مسوتها بالسجن، هيك مخبر سري ظلم أوزتها، ما عاد نعرف نشكل منه، والله العظيم ملينا، والله العظيم بزعنا، والله هلكنا هلكنا. نعم لكنا يعني رحت شفتهم وسع، يعني حالتهم حالة، سجن الناطرية حالتهم حالة يرثى لها، والله تعبنا من هاي المأساة، والله أخوي العزيز تعبنا، نشكل منه، وري صوتكم أنتم الخيرين الطيبين ناشدونا بهاي المعتقلين الأبرياء، ونبقاكم ممنونين وجزاكم خير، وانتم القناة الطيبة الشريفة اللي نتنجد بيها، وهم هم يتنجدون بيكم، يقول خلي بس يضحكون علينا الصليب الأحمر، حقوق الإنسان، الناس الخيرة الطيبة. نعم تضحك علينا تشوفنا، والله بزعنا يقول ملينا، والله ملينا. نعم يوم نعم واني ممنون منك وجزاك خير، ورحم الله والديك ولأي واحد شريف بيكم، يعني تضحك علينا والديك، وعلى هاي الشباب تجعت روحها بالانتخابات والهاي مال المظاهرات، يعني ليش هيك حرامات، والله حرامات. نعم 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 حالك واري ممنون منك وجزاك خير، رحم الله والديك. شكرا شكرا لك محمد، الله يعينكم ويعين اهالي المعتقلين الموجودين اليوم بالعراق، خصوصا احنا نعرف الـ 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 الاذيه اللي تصير داخل السجون العراقيه، الاهمال الطبي، الاهمال النفسي، الاهمال الحكومي، اهمال الغذاء، قعدتهم شربهم كله يعني ما بأي شيء صحيح، اليوم أكو تعذيب، أكو إكراه، أكو توقيع على اعترافات تحت وطأة التعذيب والتهديد، وأكو أحكام على 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 ضوء اعترافات أخذت نتيجة التعذيب، هاي كلها أخطاء نعرفها وحكينا بها هواية، والله يعينكم إن شاء الله يسمعوكم ويجاوبوكم يا ربي. محمود من بغداد حياك الله يا محمود. محمود اليوم هيئة النزاهة تقول أنه العراق موقع عقد ويا شركة توتال الفرنسية بخصوص النفط العراقي، بس هذا العقد ما راح يصب بمصلحة العراقيين ولا راح يسوي شيء للعراقيين، بس هو مصلحة للفرنسيين فقط، ليش يا ترى؟ والله مصلحة للفرنسيين. نعم والله مصلحة، والله ودجل وكذب ونهب وسلب وميليشيات، والله ما حاكمنا حاكم بيها عراقي أبد، وكلية حكومة ميليشيات وإيرانية كمشنا إيران. نعم وأكو الله، والله حسبنا الله ونعم الوكيل على كل ذلك. نعم حسبنا الله ونعم الوكيل، بس هاي أقولها. نعم
حقك والله يا اخوي العزيز. والله والله يا اخوي شنو نقول؟ تحسب الله سجناء خايسه وسجناء مرضى ديشياه واطفالهم اتمه. والله يا اخوي العزيز الناصريه رمادي كليته وين ما راحت ظلم وظلم كذب وكليته وحكومه نهب وسلب. نعم والله يا اخوي العزيز شو اقدم لك عليها النوم؟ اكو الله اشكاك اخ محمود يعني احنا بال 2021 يعني عقدين ايه. وسنه هم يقولوا لك هذا العقد توقع لمدة 25 سنة، 25 سنة من هاي السنة أو يجوز من السنة الجاية، يعني أنت تحكي تقريباً نوصل لل 2050، يعني شبقة من العمر أو شبقة من خيرات العراق بعد حتى يطوها. والله النوب يقولهم النوب 10 سنين لما يبقون عادين يوم القيامة. نعم. والله يا أخي شد شو بس ما نهر وسلف وش تسولف وياهم. نعم والله شو سولف وياهم؟ سولف ويا ميليشيات انا صرفت يا مراد الدين وطلبت على مواطن وطلبت حق المواطنين يستركبون عليك يسوونك انت يستركبونك دعوه عليك ويحكمونك ويخلونك مو خوش عدني. نعم وسائل او كذب بس تحسب الواحد بالله. امنت بالله. نعم اي والله يا استاذ العزيز وقدم شكوته لله. نعم 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 شكرا والله يا استاذ العزيز يا استاذ العزيز وهاي احنا الله وكيلك عالم شعب تعبان. نعم ودايح ولا راتب ولا اي شيء. نعم نعم شو اقول له يا حكومه سواها يعني قانون صحيح وقانون شيء وزعوه في سبيل الله. نعم نعم شكرا 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 لك اخ محمود. ام وسام من الطارمية حياك الله يا ام وسام. يحييك يا هلا بيك يما. شلونك يوم شلونك بعد؟ نحمد الله على كل شيء. قولي يوم. الحمد لله يا ربي الحمد لله على مود المعتقلين يوم. نعم اكو عام هسه يعني 15/9 يقولون اكو عام يعني يحيطونا هاي صحيح هذا الحكي لو كذا بده يكذبون علينا. شنو يوم؟ يقولون عفوا عام 15/9 منو قال لك؟ للمساجد يقولون على اساس الصميده مهدي الصميده على اساس قايل انا ما احب احد الى ما ينطون عفوا عام واحنا نريد يتصام من تحت عن كلمته. ام وسام يعني اتمنى مهدي الصميدع يكون صادق بس اتوقع انه هاي دعايه انتخابيه. صادق ان شاء الله ان شاء الله يا ربي يريد عفو عام خاص ما نتنفس له ترى من السجون والله تعبنا بالله العظيم ابني اشهر ما شايفته ما سامع صوته. نعم بالله العظيم نعم 10 اشهر بالسره شو وقت يجينا السره هاني شو وقت يجينا يعني ملت نفسنا تعبنا بعد حتى يعني ماده ما عندنا امين لو اكو فلوس كان هاي الجمعه رحت لليوم كان انا يمه منين نجيب؟ كل نعم. جمعه اقول لهم هاي الجمعه روح وماكو فلوس اريد من الله ومن عندكم ويتجون علينا شويه الاستاذ عبد مرهم صالح الحلبوسي شو ماكو كل ما بس قالت الانتخابات حكت الانتخابات رأسا عندها وعم نسود مالهم عم يقعدون يسبتون يعوفونا من الانتخابات. نعم ما بدنا نشوف من هذا شفنا من العدم يلا قول لي بس قول لي شفنا من العدم شنو اذا نبدا الناس هاي مجطله بالشوارع المظاهرات لا ما ينطعفوا عام يطلعون مظاهرات للتحرير يعني شنو اذا نبنا احنا تعبنا نريد ولاداتنا من عندكم ونريد يعني والله أصلاً ما بالسجن والله يقولوا لي مريض صد علي وهو طفل صغير 96 شو الذنب هذا؟ راح على مشبوه وانشعل وياه يعني احنا وين انطقم؟ على الله وعليكم. نعم بالله العظيم ملت روحي خاله وعندي واحد ماسين يعني شو نسوي بعد؟ ما كفوا بهم سوار اربع رهبان حكم اعدام والله شنو رهابي؟ زين احنا مو اني انا بدك تقولوا يعني واحنا وين الارهاب الصين هم قتلوه نروح نصير ملت نفسي والله خاله ملت روحي احنا من الطارق صحيح
بس مو كلها سوى، مو كلها ارهابيه، هم ما كنا طيبه بيها. الارهاب ترى موجود مو بس بالطارميه، كل مكان. بس هم بس اهلين صوبين بالطارميه، مشبوهه الطارميه، انا الطارميه ايش بيها؟ طارميه فيهم نحن صاير. هيك بالاطراف بالاطراف، شو علينا بيهم احنا؟ من ساعه البدايه لا والله الطارميه بها ارهاب، وقتلوا لي ابني الجو. وهناك انذبحوا، بس القاتل بالقتل. القتل من قتلوا هناك. اخذتهم امهم وراحت، ولفاهم كان صالح. لفاهم يمه ما يروح يحاسبهم، يشوف ايش كم عدة بالطارميه هاي بلاي، اربيد السيمانيه. ان شاء الله ان شاء الله يسمعك اختي ام وسام، والله يعينكم على على قضيتكم. شكرا شكرا جزيلا لك ام وسام. ام حيدر من بغداد، حياك الله يا ام حيدر. هلا شلونك يا ابو؟ هلا بيك يوم ان شاء الله صحتك. نحمد الله على كل شيء، تفضل يمه. يا ابا احنا على مود العفو العام، يعني صحيح هذا كذب؟ والله يمه اي خبر رسمي بهذا الخصوص لحد الان كل شيء ماكو. يعني شنو هاي الدعايه العاد كذب؟ والله يما روح يسألوه اللي أطلق هاي الدعاية شنو قصده بيها؟ ما أعرف كلها، حتى على التلفزيون هوايد أنا أسمع على مود العفو العام. نعم. أي شيء رسمي لحد الآن ما صدر بهذا الخصوص أختي عزيزة. ما أدري، دعاية انتخابات، والله إحنا عندنا ولدنا بالسجن. وحاله حالتهم حاله، ويعني حتى هذا الاكل مالتهم يعني يشترون من الحوانيت اكل سباير من الجريده يطوهم اياه. نعم. يعني وهي دعاوى كيديه، اخذوه من البيت، كل شيء ما مسوي، اخذوه من البيت ولحد الان يعني حتى حكموه هيك، يعني هيك بصموه، والله بصموه حتى بالشول. يقول على البنيد مال السياره احنا بصمونا، لا يعني لا قاضي حاكمه، لا فشي حاكم، مبصمينهم على اوراق بيض. وهم مسوينهم منطيهم للقضاء. نعم. وسووا اربع ارهاب. يعني هي هاي العراقيين هيك يصير بيها؟ ما مقبوله من عندهم هيك يعني، بس وقت الانتخابات يطلعون. سووا نفذوا للناس يعني دا تروح دا حتى ينتخبوهم، طلعوا السجناء سووا لهم عفو عام طلعوهم. وشوفوا تاليها يعني شلون اذا يعني الارهابي هو برا والمظلوم جوا بالسجن، خلي هذول القضاة خلي يحكمون عدل مثل الناس. ان شاء الله وصل صوتك. وهي بقت يوم بقت يومهم هم هسه يعني، يعني جاي على مود الانتخابات يسوون دعايه هيك يعني يضحكون على الناس، ما حد ينتخب. ما تلاحظين ام حيدر انه هاي مو اول دوره انتخابيه، هاي يمكن رابعه او خامس وحده؟ لا بكل دوره انتخابيه هم نفس الشيء يقولون، واللي وعد بالكهرباء تصير 24 ساعة، واللي وعد بالحصة التموينية، واللي وعد بالعفو العام، واللي وعد بالرواتب، واللي وعد بتوظيف، واللي وعد هواية وعود، وكل شيء ما صار من عندها. والله كلها كذب. نعم. كله كذب، هذا كله كذب، نعرفه احنا كله كذب. ندري بها دعاية انتخابية بس نحب نتأكد يعني احنا، حتى ما حد ينتخب بعد. نعم نعم نعم، شكرا 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 لك ام حيدر. اريد ارجع الموضوع حلقتي، انه مصطفى الكاظم اللي قال انه انا جاي حتى البي مطالب الشعب والبي مطالب الثوار وثوار تشرين، وانه هو على اساس من رحم ثوره تشرين. اليوم هيئه النزاهه تقول لا انت سويت عقد، والعقد بفساد، والعقد بشيء مو لمصلحه العراق ولمصلحه دوله اوروبيه ثانيه. هل تتوقعون انه مصطفى الكاظم يريد انه يعترفون به كرئيس وزراء ويجددوا له مره ثانيه حتى يصير رئيس وزراء اربع سنين جايه، فدا يطلع عقود بفلوس العراقيين؟ ابو حسن من بغداد حياك الله. السلام عليكم اخوي افل. عليك السلام والرحمه اخوي العزيز. الله يحفظك يا ابو، الله يرضى عليك ان شاء الله. اخي هاي العماله، عماله الامريكان او الفورس المجوس او الصهاينه، هم ذولا باعوا ضميرهم قبل ما يبيعون العراق. نعم. ذولا مجموعه بهايم، يعني ما يعرفوا شنو معنى السياسه. السياسه بين تحافظ على ارضك ومياهك وجوك. هذول فتكوا بالشعب العراقي. يعني ذولا عمرهم ما يبنون بلد. يعني هسه اليوم انا اشوف مال الانتخابات فلاح زيدان، ما شو اسمه هذا وزير الزراعه قبل، يعني ايش قد دمر الزراعه وهم مرشح نفسه. نور المالكي جد قتل العراقيين وهم مرشح نفسه.
يعني دول جايين دمار العراق، يعني العراق ما يخلوه على الصفر، فدول لا يحلون ولا يلقون، امرهم مو بيديهم اخي. العماله يعني هاي خطوطها وهاي مشاريعها، دمر البلد، اهتك بالشعب، جوع الشعب، صحه ماكو، زراعه ماكو، صناعه ماكو، هذا هدفهم. والا دول ما يبنون ولا يسوون ولا حد يستقبوا عيونهم، لان دول مو اهل بلد ولا ينتمون للعراق. العراق يبني مو يفلش، ولذلك هم لما سووا الصفقه ويا فرنسا لهم كوميشنات وفلوس لهم، يعني مو يسووا شيء لهم، مصالحهم ومصالح الدول اللي هي عملاء لها. فلا يتوقع اي واحد من دول يعني يخدمون العراق، مستحيل. يعني الناس بالخيم هاي الحر، يعني السجناء اللي مكبوده قلوبهم، يعني اتحدى رئيس وزراء بالعراق هسه بالوقت الحالي يطلع سجناء، اتحدى وادفع حياتي تحدي اذا طلع السجناء. ما يطلع هو، هذا يدي اكثر عدد ممكن بالعراقيين يقتلهم. نعم. هذول كلهم ارهابيين من 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 معمميها، خصوصا هذول المعممين جماعه تاير مشلن، وذول جدد ذول الجوي هدفهم هو تجويع العراق وتدميره. نعم. فلا حد يقول لي ذول كلهم مصالح الدول اللي ينتمون لها. يعني ايران طبع عرض وطول، زين هم احنا مو زين، اكو دول سويه مثلا اتفاقات دوليه بيناتهم دفاع المشترك. اش الدول العراق استوى، يعني استوى غير مثلا تعاقب على شغله او صارت شغله انتهت. انتم صفوا الامور، بس هم ما يعرفوا يصفوا الامور، لان مو سياسيين دوله، سواء سياسيين مال دول غير البلد هذا. ولذلك لا حد يتوقع فشيء يعني خير للعراق. نعم. كلهم جايين دمار فتره ورا فتره، انتخابات بعد انتخابات، يعبون بجوبهم وجوه الدول العميله لهم. هاي السجناء متدمرين ومتبهدلين بالحر، وادويه ماكو، وسرطانات هاي مال البصره. انا قلت لكم قبل، قلت لكم سرطانات مال البصره عم تصير جديد، بعدين حتى ببغداد صار فيها سرطانات. يعني بين يوم ويوم اشوف اثنين ثلاثه مريض بالسرطان. فالبلد نحو الهاويه اذا مش الشعب يتحرك. كافي 18 سنه ظلوا ساكتين. نعم. كل عراقي اذا ما يدافع عن بلده مو عراقي ولا ينتمي للعراق، وعيب يقول انا عراقي. نعم. شكرا الله. شكرا لك ابو حسن. ابو صالح من الانبار، حياك الله يا ابو صالح. حياك الله اخي العين. هلا بيك اخوي. اخي العزيز، الموضوع مو بس المعتقلين، مو بس الحكومه فشلت باداء مهماتها، المتظاهرين هم طالبهم بانهاء البرلمان. نعم. بالمجالس المحليه والاقوياء والنواحي. حتى ما وصلتهم الفاسد مشروعهم للسلاح على الأراضي، من خلال المجلس المحافظة ومن خلال المجالس الفردية ما يقدرون أن يمرون الاستثمار، يمرون ناس عقبة يسعون وهي المجالس المحلية والمجالس المحافظات. الموضوع الثاني، هناك سياسيين ما فين دم الشعب أخي عبارة عن مصاصة دماء، وليس بنا دولة. ابو صالح، بس انا اريد اسال سؤال بما يخص الموضوع الاول. انت قلت انه مطالبنا هي مو بس المعتقلين والفساد او الحكومة، مطالبنا هي انهاء البرلمان، صح؟ او الغاء البرلمان. نعم. منو يلغي؟ نعم. هنا اللي ما لهم المتظاهرين تشرين ما لبوها، حول المجالس المحافظات والأقضية النواحي، وهذا الخطأ هو اللي طلب هذا إنهاء الكل، لازم إنهاء البرلمان وإنهاء مجالس الأقضية والنواحي. نعم. مطالب العراق إذا الدولة، من وجد الدولة إذا كان هو أنت الحكم وأنت خصم، أي سياسي ما يصير الشعب وعى فهم الامور، ما يظل الشعب نايم يا اخي، ما يظل مو متأذين، كل متأذين، العراق متأذين، العراق كله متأذين بعد 2004.
لازم ان يروا الشعب العراقي هذه اللعبه وهذه المخطوطات. نعم يا اخي ما نولهيش ما نولهيش. احنا يوميا يجي واحد لجنة التحقيقية واللجنة الفلانية اكو ابرياء. نعم اكو ابرياء. احنا مو ضد المحاسبة المخططين اكو. نعم هناك خطرة نعم، بس هناك ابرياء كثر من جراء التهذيب ومن جراء الظلم اللي يمارسونه بعض الضباط. اخي هناك الغباء الغباء مو قضاء بس واحدة. هناك ضباط تحقيق يتحملون كثير من الابرياء ذبوهم السجون. نعم. أنا مو كل شيء على المحاكم. لا هناك بالضبط دخلوا بالمئات من الأبرياء بسبب خلافات عشائرية أو منازعات أخرى. نعم الله يأمر أخي العزيز الله يأمر. نعم العراق اللي يقول فيه اجتماعي نحو الهاوية. بس نتأمل إن شاء الله بالجيل الأخي القاعد أن يغيرون من الانتخابات المقبلة. نعم طالب مشاركة الجميع لزراعة الفاسدين. مشاركة لحظة أبو صالح، مشاركة منو بشنو؟ مشاركة الجميع بالانتخابات اللي يؤدونها السياسيين. لا هناك نعم هناك مستغلين من تشرين. ألو نعم شكرا لك أبو صالح. أبو عراق من كربلاء حياك الله. أبو عراق بما يخص الفساد، يعني أكو سؤالي لح عليه. عادل عبد المهدي أبو الجنسية الفرنسية وجنسيته فرنسية ما جاب رئيس جمهورية فرنسا حتى يسوي يا عقود لمدة 25 سنة، بس مصطفى كاظم يسواها، يا ترى ليش؟ ألو السلام عليكم. عليكم السلام. شلون الصحة؟ نحمد الله على كل شيء. الولد حتى الآخر الثاني اتصل يقول إن شاء الله عن الانتخابات الشعب كله يطلع والعراق وإن شاء الله نشيل الفاسدين من هالانتخابات 2021. شلون راح نشيل الفاسدين إذا البطاقة وصلت 150,000 عندنا بكربلاء؟ نعم بطاقة تدرون 150,000 السياسيين، جميع السياسيين في محافظة كربلاء أهل النفوس الضعيفة قاموا يبيعون بالبطاقة 150,000 يفترون على البيوت السكنية. ليش؟ شلون راح نشيل هذولي الفاسدين؟ شلون راح نشيلهم؟ شلون يعني بنتيب؟ شلون يعني هذول ما لهم في الحال بس نتيجه؟ نعم شلون نشيلهم؟ يلا تقول لي هاي الناس الضعيفه شلون؟ انا اقول حيف على كل عراقي شريف وابن عراقيه وطالع من بطن العراقيه يبيع البطاقه مالته. أنا أقول أي واحد يبيع البطاقة مالته لو بربع دينار عيب. هذا كل أنا يعني خاضع جاي عيب قدام المشاهدين عيب بابا، يعني واحد اعتباره بايع عرضة. أبو عراق إحنا السؤال اللي يطرح هسه، أغلب الشعب العراقي اليوم وأكثر من متصل قالها إنه وعى، وأغلب الشعب العراقي اليوم عرف لعبة السياسيين اللي دا يلعبوها. هل بعد الشعب العراقي ينظر إلى صناديق الاقتراع والانتخابات أنه هي الحل؟ لا ما تصير لها حل على هاي السياسيين اللعبة ما تم سياسيين. هاي الانتخابات ما تصير لعبة، الشعب لازم يعوى أكثر بعد. ليس شون السياسيين استووا من 2003 لحد الآن لل 2020 استووا حتى احنا ننتخبوا مرة ثانية. احنا لازم نبردل يعني نزقى مو نزقى حين يعني اطلع من شحن جيش اطلع. اكو ناس فقراء يسوون من قصب الحديد يبيع البطاقه مالته ب 50 او 100,000. هذا ما عنده بس نقول حيل استحمل انت هاي السنين كذا استحملت ما عندك والدوله ما قدك. يعني 50,000 هاي النية ايش راح تسوي؟ ايش تاخذ بيها؟ تشتري قطعه ارض بيها؟ تبيع يوم ما حتخلص ب 50,000 وال 100,000 يا اخوي. نقول حيل نعم هاي يعني نريد من هاي العالم شوي توعى على هذا الشيء. ترى هو من يطيك 200,000 ال 100,000 وال 150 راح يعطيها من جدك هاي بعدين يطلع مضاعف مو لو لا. نعم وشكرا اخوي رحم الله والديك. شكرا لك ابو عراق. ابو وليد من بغداد حياك الله يا ابو وليد. عليكم السلام والرحمه. مخبر سلي
أبو وليد إذا تقدر بس تغير لي مكانك حتى أسمع الصوت واضح. علي زيها علي زي العلم. ألو أسمعك أسمعك أنا أبو وليد. أنا أبو وليد برضه. حياك الله أخوي. بس يوم 11 اعتقلوها. اي. جد اعتقلوها أمنيتي اعترف. وحدة جابوا وحدة يعني. اي. جابوا وحدة يعني تشتكي على نور. فهي لبسوها بدلة حمراء وغدرت. زين. نعم. إيه وجدت هي ماكو حتى شدها وعي ولا واجه روحي شيل الزور والله. نعم. لا مش كثير اعترف وهو كان بريء لا يعرفهم ولا نعرفهم ولا يعرفهم زين. نعم. ما نعرف شنو القضية ولا حتى هم حكموا حكموا الإعدام. نعم. إيه. وما وصل هذا المخبر السري ما شيء بعد طبعا هذا. نعم. القتل بس هم جابوه من كثير يعني. ايه. بل في 13 من كثير والله واحترف يقول حتى شالوا حتى شكل القبانية يعني خلي وما خلوا شيء هم يعني أخذ. يعني يقول أنا شيء نفسي ما أعرف شيء إلا اللي بيطلع على يقدمون ما حد يشك. نعم. يخبر بس احنا من الله وثم منكم يعني تحلون هذه المشكله ما العفو. ابو وليد وصلت رسالتك شكرا جزيلا لك. ابو وليد احنا كقناه ما بيدنا حل. احنا كقناه يعني نقدر نساعدكم نوصل صوتكم نرفع معاناتكم حتى الناس تسمعها. اما انه احنا نحل لكم الموضوع هذا مو بيدينا. هذا المفروض بيد السلطات. لكن اليوم اكو مشكله بالعراق. لا بالعراق اكو قضاء ولا بالعراق اكو قانون ولا بالعراق اكو شيء دا يصير صح. فاذا احنا دا نوجه لهذا الشيء. الناس عندها مشاكل والعراقيين عندهم مشاكل. من ضمن هاي المشاكل مشاكل المعتقلين والله يعينكم. ونسوينا حلقات عن قضية المعتقلين والسجون وراح نسوي اكثر اكيد. لكن ارد ارجع الموضوع حلقتي الفساد. اليوم مصطفى الكاظمي سوى شيء مثل ما سوى واللي قبله سووا قضايا فساد وكل العالم حكت عليها وقالوا الفاسدين وحكوا الفاسدين وحيتان الفساد ويطلع لنا مشعان الجبوري يقول كنا ناخذ رشاوي وكنا نسوي هذا الفساد. اليوم مصطفى الكاظمي حسب لجنة النزاهة سوى عقد باع بي نفط العراق لمصلحة فرنسا 25 سنة لي قدام. يا ترى ليش؟ محمود من كركوك حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله الكرام. أخي أول مشفين نشكركم على هذا البرنامج اللي تريدون توعية للمواطنين وتوعية لل. لا شكر على واجب أخوي العزيز. أخوي بلا زحمة إحنا لازم أول شيء الانتخابات على الأبواب. نعم. هو مع الأسف الشديد إيش قد ما نحكي المعاناة هواي. نعم. بس مع الأسف الشديد إحنا راح إحنا أولهم إحنا خلنا نحكي على الشعب العراقي بالأجمع راح ننتخب نفس الفاسدين نفس الفاسدين راح ننتخبهم. ليش؟ والله هذا عايد على فلان هذا عايد على عشيرة هذا عايد على فلان. هذا الصوت الأولاني الكبير إحنا 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 نجيب إحنا نجيب إحنا ما نريد نلوم فلان 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 لا إحنا ما نجيب واحد زين. هذا أول شيء. وثاني شيء بخصوص المعتقلين وخصوص الناس مسجونين واحد يقول عفى الله عما سلف. احنا ما نقول تعال طلع القاتل. احنا ما نقول تعال طلع الأربع لهاف. احنا ما نقول تعال طلع الفاسد. احنا نقول ناس اكو ناس يسوون شغلات لا لا على البال ولا على الخاطر. زين واحد عفى الله عما سلف خطأ بسيط مثلا نقول أعطيك شغلة بسيطة. شبابنا هسه أكثرهم إدمان صاروا بالمخدرات مو صحيح؟ نعم. انتشر ليش أكو ناس يعني
هو اللي يمول، هو اللي يجيب عشان هذول ما يلزمون. زين شبابنا خلي الحكومه يطلعهم يسوونهم فد مستشفيات حتى واحد يعالجهم، مو يذوبهم على السجن يقوم بالازيد راح يصير يدمر حياته، يدمر حياته. اخ محمود مو بس هيجي اخ محمود، يعني مجزرة جامع مصعب بن عمير مثلا اللي سووا المجزرة موجودة صورهم بالفيديوهات اللي موجودة على اليوتيوب وكل العالم شافوها ولزموهم وحاكموهم بس طلعوا براءة. زين ذولا مو قتلوا ناس وناس ناس أبرياء وناس عزل عايدين على فلان، عايدين على فلان، عايدين على فلان. زين أخويا العزيز نطالب الحكومة بفراج عنها هذا، خلي يتعفوا الناس، الناس ماتوا، الناس انتهوا، الناس بس اكو بالسجون، حتى بالسجون اكو فساد، حتى بالسجون اكو فساد. زين اكو بالسجن الباكيت دقايق يبيعون على يستغلون حتى السجناء يستغلون. زين 2000-3000 مي يبيعون ما ادري شنو يبيعون اخي بالسجن. حتى حقوق انسان، وين حقوق انسان؟ وين اكو حقوق انسان؟ لا حقوق إنسان أكو، لا احترام المواطن أكو، لا يعرفون الشعب معاناته شنو. زين ليش وقت إحنا ما نضل يجي نطلب الحكومة من هذا قناتكم الموقرة خلي يطون عفو، خلي يطون عفو. يعني ماكو بشر هيكي مذبوب بالسجن خطية لا بها ولا عليها. زين وممنونين من عندكم حبيب قلبي. شكرا، شكرا جزيلا لك محمود من الموصل، حياك الله. عليكم السلام والرحمة والإكرام. هذا العراق مباح شنو قلبي؟ العراق مباح من الأسجن ثلاثة. نعم السجناء ثلاثة سجين 9000. نعم 9000 سجين أطفال سجناء، أطفال سجناء. عندنا السجناء 3000 300,000 سجين. أنا مظلمهم ولدي سنة ما عندهم مهم، ولدي 5 سنين ما عندهم كل شيء ما عندهم. نعم. عندك 300,000 سجين أضربها في 3 مع العوائل هاي 700,000 حارمين هذول. نعم. والعراق مباع من 2003 تقسم والله بالقرآن اللي راح والأمريكا والبريطانيا والله. لا. عندك السجين يخابر له 5 دقائق 100,000 كل سجين بيه موبايل. عندك سجن استحيينا اليوم طلع واحد من السجن ورحنا عليه سجن الحمراء ما حد يقدر يصرف. نعم 6,000 هذه بيه، هذا عند بين الصينية وبين بيج وبين تكريت محصور. وقلت لكم عليه والعام قلت لكم عليها هذا السجن. نعم في هذول باعوا العراق، باعوا من 2003 من يوم بوش، وبوش من اليوم من 2003 ياخذ راتب لهالساعة هو خميني تعرفني كل شهريا 50 دفتر 60 دفتر شهريا والشعب قاعد ياكل علف والساعة كاظم يجينا نفوسها ربابة عندي البعير. نعم بس الشعب ما عاد يسكت هالنوب. احنا ما نسكت مو للبرلمان ولا للكتله الاكبر ولا الكتله الاصغر، لان الكتل كلها جانب فشلوا العراق وفسدوا العراق وخربوا الحكم معنا يرحلون اليوم قبل باكر هالنوب نسكت نفسنا ما عاد نسكت. عشان هذول لا يقدمون انتخاباتهم دولة هذول عجائب الدوم لا يقدمون نفسهم بالانتخابات. نور المالك يتعرف يسوي خيره بالموصل كل شد استاد 11 مليار والحمدانية والقبة والشريخان هذول الشيعة والطلع هو والكنداني لعبوا تعال شوف مكاتبهم 30-40 مكتب اليوم بالموصل للكنداني والمالكي والصحيح التحالف ويا البيشمرقة التحالف ويا البيشمرقة ولا المالكي. شلون سقط الموصل؟ شلون سقط الموصل؟ صحيح سقط بغداد ولا
نعم شكرا 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 لك اخ محمود. لجنه التخطيط النيابيه ايش قالت؟ قالت انه الاستمرار باحاله مشاريع وعقود ضخمه وصفقات ضخمه ويا قرب انتهاء عمر الحكومه، لانه فعليا المفروض الانتخابات الشهر الجاي، يعني باقي له بس الشهر هذا. اذا حسب لجنه التخطيط النيابيه انه هذا الشيء غير قانوني، وانه حذرت انه ابرام عشرات من الصفقات الاقتصاديه امر مستغرب ومثير للاستفهام، وانه بعض الوزراء تعمدوا تاجيل عقد الصفقات اثناء عمر البرلمان. وش قالت؟ انه هاي الصفقات الضخمه بكل المجالات وبهالتوقيت بالذات، يعني اكو وجود شبهات فساد بهذا الامر. انا اريد اسال سؤال، لعد وين دور البرلمان ولجنه النزاهه وهيئه النزاهه واللجان الرقابيه اللي المفروض بالعراق موجوده؟ ابو احمد من بغداد حياك الله. حياك لك حبيبي. حياك الله اخوي. عزيزي ثق بالله العظيم، انا اتبع كل القنوات الزينه والموجينه. نعم. واخذ دبه الاخبار. نعم. يا اخي والله العظيم انا مواليد 46، يعني لحقت على الملك وعلى الحكومات كلها. يعني مثل هذا اجى للعراق فاسد، ها برقته هاي المصقومه ومصقومه على وجهه ان شاء الله، اللي دمر العراق وراح يبيع العراق والجماعه كلهم يباوعون. يعني انت اذا تلاحظ هسه والله العظيم اباوع على كل القنوات ارجى اشوف شعب مثل شعبنا عايش على الجباله، الثلاث ارباع العراقيين عايشين على الجباله. يا اخي انا ضابط اداري طلعت بال 85 كان راتبي 210، يعني اصرفه بالدولار يصير 900 دولار، من كان طبقت البيض ب 300، ها وقننت الغاز بربع دينار. هسه وصلوها حتى على رواتبنا احنا المتقاعدين وخاصه العسكريين، انا مدقق عسكري طلعت، يعني خلونا ناخذ عن اقل رواتب بس بالعالم مو بالعراق. يعني اللي راتبه انا 900 دولار من كان الوقت عدل، هسه اخذ لي 300 دولار وهم رواتبهم كل واحد 80 مليون و50 مليون، وخلقوا طبقتين بالعراق، طبقه نبلاء وطبقه فقراء حصل عليها قرصه القبض. زين انت لما تتبرع للسودان 100 مليون دولار، والله السودان احسن من شعبك عالكي. زين من تتبرع للبرزاني برميل نفط واحد ما منطيك، او انت كل شهر تدز 200 مليار وفاتح كل منافذ الحدوديه ويحطها بجيبه، ومنافذ المنطقه الوسطى والجنوبيه تغلقها على دول الفقراء اللي حصل عليهم قرصه الخبز. نعلك الله عليك وعلى اللي جابك وتبيع النفط الى فرنسا، انت مال ابوك هذا النفط، ماكو واحد يشد حجك يا اخي، ما يصير. نعم. والله هذا راح يدمر العراق. ابو احمد اتمنى تعذرني بس صدقا الوقت راح يدركني وعندي اتصال وواتسابات. ابو محمد من الموصل، شكرا لك ابو احمد. ابو محمد اتمنى باقل من دقيقه، تفضل اخوي. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل اخوي. ابو محمد اذا امكنت نصلي صوت التلفزيون تسمعني من التليفون. بس انا كذولي طعبهم بالسجن، كل سجن هم كانوا الدواعش ودمرونا هم هذول اللي بالسجون. أخوي العزيز السجناء بهم اللي من بغداد وبهم من الناصرية وبهم من البصرة وبهم من كل محافظات العراق. أنا أحكي لك هم هذول المواطنين هم خلوها. أخوي العزيز الموصل تعدادها مليون وشوية نسمة، واللي كانوا المفروض موجودين من الدواعش مثل ما قالت الحكومة العراقية 2001، والسجون العراقية بها 300 ألف واحد، دولة كلهم دواعش؟ إيه هم يقول لك سجناء سجناء، ومنو جوا كبرياء جوا وغير دول الدواعش جوا. مو أنا دا أسألك سؤال ما دا تجاوبني. الحكومة قالت بالموصل أكو 2000 داعشي، اللي موجودين من الموصل بالسجناء 300 ألف واحد، شلون؟ ما أعرف هذا الشيء.
من تعرفه جاوبني. ما تتوقع انه هاي انهاء شعب كامل؟ انقطع الاتصال يا ابو محمد قبل ما ينتهي الوقت وياي على السريع. اخي افل، كل من وهمه ناس تركض ورا الانتخابات وناس تريد ولدها المظلومه. اخي اكو سجين يقدر يقول المعامله ويانا بالسجون غير جيده، والكل يعلم كيف يعامل السجناء، وكذلك الاعترافات شلون اخذت منهم بنفس الطريقه. السلام عليكم القنوات البطله اخي افل، اناشد امراء العشائر عليك رسول الله يا انصار رسول الله، انصروا اخوانكم المنتظرين، انصروا اخوانكم المظلومين، والله معكم. اخوكم ابو علي من بغداد. ابو حاتم من الموصل، تحية طيبة لك أستاذ أفل وللجميع. أستاذ، الانتخابات أمرها محسوم داخل البرلمان، الأحزاب هزيلة والخردة وموظفين البرلمان الفاسدين متقاسمين الكعكة على حساب الشعب المظلوم. أعتذر منك أبو حاتم ما قدرت أقرأ. السلام عليكم أستاذ أفل، العراق انباع من 16 سنة بقت على النفط، حكومة حطوها الأمريكان والإيرانيين، مع الأسف راح يبقى بس للحرامية. أبو يحيى، حياكم الله أخواني الأعزاء. عذروني إذا ما قدرت أقرأ باقي الرسائل، عذروني إذا ما قدرت أستقبل باقي المكالمات. نلتقيكم على خير إن شاء الله بنفس الموعد باكر. في أمان الله.